وخلينا نروح لفقرة بتهم الكتار مننا، فقد شهد الطلب على التجميل نمو متزايد، وصارت يمكن أدوات التجميل هي موضة بيتبعوها الصبايا، أو يمكن غيرة من رفيقة، من أخت، من جارة، لحتى يصيروا يعملوا بوتوكس، فيلر، وقصص تانية غيرها. ولكن يمكن صارت القصة مين ما كان يعمل هي الحقن او العمليات التجميليه البسيطه اللي بتصير بالعياده دون رقيب. يعني صار في موضوع انه البحث عن الكمال دائما والجمال للشكل الامثل، هيك عم بيصير عند السيدات، بس عم يوقعوا يمكن بايدين الاشخاص، ايادي الاشخاص غير المختصين تمام. وهذا الشيء يمكن عم يخلون يوقعوا بمشاكل كثير كبيره، وعم يتحول الجمال لكارثه للاسف. ليا خلينا نحكي شوي عن اضرار ومضاعفات عمليات التجميل الغير صحيحه مع الدكتور هايك سيروبيان، اخصائي جلدي. اهلا وسهلا فيك دكتور، يسعد صباحك. اهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير دكتور. يعني بالبدايه ودائما نحن بنحكي عن هي القصه، بنشوف يمكن صار في كثير مراكز تجميليه بلا رقيب، صار مين من كان يمكن يعمل دوره صغيره صار يحقن بشرات، صار يخترع يمكن قصص ثانيه تسويق مواد تجميليه. شو رايك بالبدايه بهذا الموضوع؟ يعني الواحد بيتعب وبيدرس وبيتعذب وبيوقع باغلاط وبيعمل تجارب كثيره ليفتح عياده صغيره، فما بالك المراكز الكثير كبيره اللي عم نشوفها خاصه بالشام. هلا بنحكي بعدين بقول عم نضارب على العالم بكلام المطعم رزق حدا. لا نحن اليوم مهمتنا نوعي العالم من هي القصه. اكيد هلا نحن عم نحكي هيك بالبدايه. صباح الخير اول شيء. صباح الخير. الفكره الاساسيه طبعا البحث عن الكمال عند المراه موجود من يوم يومه، هذا موضوع ازلي. المراه وقصتها مع الجمال يمكن من ايام حواء، هذا الوضع ما بيخلص. لكن طبعا الفكره وقت بتكبر بعقل المراه دائما اللي بتبحث عن الكمال بتصير لقمه سائغه سهله قدام اي حدا ممكن يعطيها وهم، يعني بيع الوهم بيع موجود. بالمناسبه هو ما موجود هون، موجود هون عندنا بطريقه الحقن، موجود برا بطريقه الكريمات. مثل وقت تفوتي بتطلعي انت بتشوفي اعلان مثلا على كريم مضاد للتجاعيد بحطوا لك ازاله التجاعيد 28 يوم، تكون براند عالمي وعم بيحكي خيال المراه، بيحكي مثلا موضوع الكمال مثل ما حكينا عند المراه، فهذا شيء موجود عندنا وعندهم بس بقى بصياغ مختلفه. برا لا ضررا ولا ضرار. عنا جرأة زادت للأسف، ترجع لمنطق بسيط. مدري ليش مفهوم الناس عنا عن مفهوم طب الجلد إنه هو شيء سهل. يعني هلأ اليوم بيصير معك مشكل بعيونك، بروح دكتور عيني بيعطيك قطرة لعيونك، الصيدلي ما بيسترجع يبدلها، دواء القلب ما حدا بيسترجع لا حدا يعطي رأي فيه حتى، لا تبديل ولا رأي إلا بالجلدي. يتدخل أي شخص معك بالحياة، الرفيقة، جارة، صيدلي، السوشيال ميديا، كارثة بهالقصة خاصة ببلادنا. عن جد وقس على ذلك. فعمليا مفهوم الأمراض الجلدية عنا، أو يا ريت يعني العناية التجميلية عنا، أنه هذا موضوع بسيط وأنه موضوع سهل. حتى الأمراض الجلدية بتلاقي الناس اللي بتتداخل بموضوع الطب العربي والطب الشعبي والمدري إيش، ثلاثة أرباع بتنزل بقطاع الجلدية، هن استسخاف لفكرة التعاطي مع هذا الموضوع انه هو سهل، مع انه دائما بعطي مثل بقول لهم هلا وقت تحضروا دعايات مثل دعايات اللي بيطلعوها على التلفزيون بيرسيل او اي دواء غسيل مثلا بتحطوا بلاقوهم بحطوا زيت وشوكولا ومدري شو على الكنزه وبيعملوا لها تيست وخلاص انه نطفت. هلا يا ترى لو اجيت لعندكم قلت لكم بدي اعمل نفس التيست عندكم على اي كنزه لابسينها بترضوا؟ تقولوا لي لا. اكيد لا. طيب اذا على كنزه قادرين نغيرها ونبدلها وننزل نشتري غيرها ما بنرضى، شلون بنرضى على وجهنا؟ نحن الوجه هو الرداء اللي بنلبسه ما بنقدر نحن نغيره بحياتنا. فأي عمل اليوم مسيء لإله بده يحمل نتائجه معنا، أحيانا قد بعض النتائج بتتصلح، في نتائج ما بتتصلح أبدا. وعم نوقع كثير بمرضى عم بيراجعونا بهذا الموضوع. هلا بيختلف، بتقولي لي في إجراءات بسيطة، بقول لك إيه بسيطة، بس ما في إجراء بسيط اليوم ما له سايد افكت، ما له مشاكل، ما له أثر جانبي. الطبيب حتى الطبيب حتى أنا ممكن مر بأي تحسس دوائي مثلا عند مريض، مادة مثلا تتفاعل بشكل خطأ مع جسم المريض، بتصير أخطاء مع الدكاترة. يعني هذا الشيء انت عم تتعاملي مع مواد، عم تتعاملي مع جسم، العامل التحسس الرفض هذا موجود عند الكل. بس الطبيب قادر يدبر المريض، يعني إذا صارت هاي القصة براجع المريض الطبيب، الطبيب قادر كيف يتصرف، كيف يتصرف. أما وقت بنكون نحن عم نتعامل مع ناس بدون اختصاص، وكلمة بدون اختصاص لا تعني مثلا خارج القطاع الطبي، لا، احيانا ممكن يكون طبيب غير مختص. فموضوع التعاطي مع هذا الموضوع قد يكون سيء، لانه
إذا اجتني حالي وأنا ماني عارفان اللي قبلي شو حاقن، فأنا ما عندي قدرة التدبير في أغلب الأحيان، أو بدي أضطر أمشي بالحظ لحتى أقدر أدبر القصة. يعني هذا الموضوع كتير شائك الحقيقة، وكتير عم بوقعنا مشاكل. إحنا نص شغلنا اليوم شغل، ونص شغلنا هو تصحيح أو محاولة إنه نتجاوز أخطاء، ما هو تصحيح بمنطق إنه الفكرة إنه عنا مشكلة يعني بدنا نزبطه، لا، أحيانا تصحيح نتيجة أخطاء. وهي الأخطاء في بعض منها ممكن يكون مشروع، بعض منها وغالبيتها هو غير مشروع. يعني أخطاء بتكون ناتجة عن ضعف مهارة أو ضعف كفاءة أو عدم دراية أو تحمس زايد من المريض أو من الإنسان اللي عم يحكي. نعم، يعني دكتور دائما بنسعى الإنسان أنه يحافظ مثل ما بيقولوا على زهرة شبابه، بس ما بيقدر الواحد أكيد يضل محافظ عليها. لكن هل دائما عمليات التجميل هي الحل الوحيد للمحافظة على الشباب، أو في طرق دائما جديدة، في طرق مختلفة؟ مو دائما أنه نحن لازم نلحق مثل ما قالت ليا البوتوكس، الفيلر وغيرها من التسميات طبعا الكثير. طبعا. هلا الفكرة، العمليات هي جزء من القصة، والعملية بتكون مشروعة وقت بكون في عنا مشكل مسيء فعلا للإنسان. يعني مثلا أنف كتير كبير، مشكل ما تصحيحي، هذا هو سبب توجه العمليات. هلا بتصير بعض الأخطاء، بس ما أخطاء من اللي عم بيشتغل. الحقيقة عنا مرضى بيجونا بيكون عم بيعملوا أنفه مرة واثنين وثلاثة، تخيل. يعني بيجيني هيك ناس انه كل كام سنة بدي اخلاقها من أنفه، بدها تعمل موديل جديد. هذا موجود بمرأة لنا هيك شيء. ففي احيانا مغالات من المريض. هلا انا بلوم الطبيب اللي برد عليهم بصراحه، مع انه في شيء وظيفي عم نخسره احيانا. يعني انت بتجي بتجملي انفك، اذا بدك تخسري هدفه الوظيفي من شم من تنفس، معناتها انت خسرتي، ما مهم الموديل. الاجراءات الثانيه اجت لتعيد عن الشغلات او تصحيحات اللي ما بتتطلب عمليه، الحقن باشكاله المختلفه كمان هدفه تصحيحي. ايمت عم نقع بالاخطاء؟ وقت عم نتجاوز الهدف. يعني انا اليوم مثلا طولي بوتوكس وفيلر، طب ما هذا شيء مخصص لامراه بالاربعين، خمسه واربعين، خمسين فما فوق، تمام، حسب الحاله. اليوم 95% من اللي عم بيعملوه هن اعمارهم قديش؟ 35. من ال 15 عم يبلشوا. مرت علينا حالات بال 15، مزبوط. وعلى منطق انه احقني هون مشان اذا بالايام ما يطلع تجاعيد. منين جايبين المعلومه ما بعرف. شد لنا سوشيال ميديا. هاي السوشيال ميديا كمان ببلادنا سيئه جدا. يعني ما كيف الفكره، السوشيال ميديا اداه ترويج، بتطلع صفحات. طب هالصفحات هلا على فكره ما بلوم حتى جماعه الصفحات، يعني لانه انا مثلا عندي صفحه فيها مثلا 70,000 80,000 30,000 20,000، هل راح تقدر تحط رقابه على كل انسان شو ممكن يحكي؟ اكيد لا. لا، بعدين التعاطي من الناس الموجودين. يعني اليوم انه هلا نزلي هلا اي كلمه لا على التعيين، وصارت انه نزلي كلمه عن تقنيه مثلا لا على التعيين اكس، وهو ممكن يكون وهم، تمام. فجاه بتطلع على التعليقات بتلاقي 1000 تعليق بيطلعوا كل الناس سمعانين فيها، كل الناس بيفهموها، كل الناس دكتور عم ينقطوا، ما هي حطي لي نقطه لحتى فسري. وفوق منها نصايح على التقنيه وما حدا سمعان شيء. وحده بتكون قاعده عم تأرجل بالقهوه بتعطي تعليق، والثاني قاعده عم تطبخ طبخ بتعطي تعليق، وبيتأثروا بشكل. احنا دائما بنقول دائما انه اذا اجتمعوا اربع نسوان كانوا وقت يقعدوا الجارات الصبح يشربوا فنجان قهوه بيخربوا الدنيا. فما بالك بصفحه ممكن تلم لها شيء 20 30 الف وحده بضربه وحده، يعني راحت مجرد ضرب التباني وراها كمان. تترك كلها المشكله. ما بدنا نتعاطى بالسوشيال ميديا بمنطقه التصديق. هلا حلو الواحد بيسمع بياخذ بيعطي، اعتبروا لقاء اجتماعي، هو هذا الهدف منه. بس بالنهايه ما معناتها كل كلمه عم نسمع جوا هي دقيقه. يعني اليوم بزي انا بيجيني احيانا مريض بقول له مثلا عمل كذا، بقول لي دكتور فت على 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 جوجل ما طلعت معي. طب في علم ببلاش؟ يعني هلا هل يعقل انه انت اليوم تسأل عن موضوع طبي بتفوت على جوجل، جوجل بده يعطيك الموضوع الطبي؟ ليش الطب ببلاش؟ يعني في صفحة اليوم بتقدم لك علم ببلاش؟ ما في. ما هي صفحات تخصصية مثلا، خاصة وقت نحكي بتقنيات طبية. المريض عنا عم بيتعاطى مع المعلومة الطبية مثل كأنه عم يسأل عن طبخة. صح. يعني هاي مشكلة كمان كتير كبيرة. التعاطي كمان بموضوع السوشيال ميديا، انه انا اليوم فوت على السوشيال ميديا صبايا انا شو اعمل كذا كذا. طب قال لي الصبايا اللي عم ترد عليك هي اهم من الطبيب اللي عم بيعطيك الرأي. اي طبيب اليوم اذا بكون شو بدي احكي، يمكن يمكن نخب، ما عيب الواحد يحكي، بس خلينا نعتبر خبرته قليله، تمام، اكيد افهم من كل شيء ممكن يعلق مهما كانت، لانه على الاقل مسك كتاب ودرس. فالتعاطي دائما مع الطبيب هو اسلم طريقه للانسان يقدر ينجي بنفسه من سايد افكت محتمل محتوم احيانا
انه يمر على بعض الناس، بس على الاقل قادر ينجيه منا، قادر يطلعه منا. نعم دكتور، يمكن من فتره قبل 15 سنه درجه مواد او حقن تحقن فيها الوش او الشفايف او شيء، مواد دائمه، فهلا عم نشوف نتائجها، شيء بخوف على وجوه السيدات، صار بدهم عمليه يمكن فتح وجه بالكامل لحتى تنسحب هي المواد. هون المنتجات الخاطئه وتسويقها والاستعجال بتجربتها كمان يمكن بيطبق على الجهل يلي موجود بعالم التجميل، ولكن هل صار في حلول لمثل هيك كوارث؟ يعني عن جد بتشوف بين 10 سيدات في سيدة عندها هي المشكلة. نشوفها كثير تماما. هلا رجعنا لموضوع انه نحاكم حلم المرة. هلا اليوم اسمعي انت، تطلع بس قريتي بالاعلان مثلا كيف تحاكي حلم المرة، كريم اللولو، قناع الذهب، خيط الذهب، جلسة كريستال او الماس، بس سمعتي هيك القاب معناتها تعرفي في فيلم وراء. هي قولا واحدا، لانه انت بس حكيتي لولو الماس وبلاتين ومرجان، بحس حال الواحد قاعد بمغارط علي بابا، الحقيقة راح يطلع له 40 حرامي. راح تطلع القصة كلها عبارة عن نصبي أو فيلم عم بيتداولوا. طبعا ممكن بعض الناس هلأ وعيت شوي، بس في ناس لهلأ بتوقع ضحايا. كانت هاي القصة من 15 سنة حقن المواد الدائمة، ما حدا اشتغل بهديك الأيام وكان نية عنده إنه هو يأذي أكيد، بس طلعت النتائج لقدام سيئة كتير، وتفاعلت الامور لقدام بشكل أسوأ، يعني النتائج طلعت ما بشكل مباشر، طلعت بعد كذا سنه. وانسحبت المواد عالميا. لهلا للاسف بتفاجئ انه لغايه اليوم في بعض الاشخاص بيتداولوا موضوع حقن المواد الدائمه لغايه اليوم على فكره، رغم كل المحاذير. هلا هذا موضوع ما بعرف شلون تدبيره، متابعته عن طريق الصحه عن طريق النقابات او عن طريق ما بعرف شلون. دكتور حتى المواد البوتوكس اللي عم يتم حقن الوجه فيها، يمكن عند كل دكتور لها تسعيره خاصه، ونحن هلا بنعرف الدولار يمكن عم يطلع وينزل بالسوق، فما في سعر محدد، فبتلاقي يمكن ب 12000 ابره كامله، انه اكيد مو هيك صارت. لا ابره كامله، بس هي الفكره المواد البوتوكس الموجوده عندنا حاليا بسبب سعي اغلب الناس انه هي تقدر تاخذ أو توصل لهذا الموضوع، فهي بتتعاطى مع المواد الأكثر شيوعاً أو الأرخص، فدرجة البوتوكس الصيني سواء كان اليوم تحت بند ألماني وفرنسي وأميركي ومدري إيش. صحة. الله يسلمك. فالتعاطي هي ظاهر عم ضايقهم بالعالم. فالمواد الحقن كله صيني، يعني لا تصدقوا في مادة اليوم ألماني ولا فرنسي ولا أميركي ولا كندي اليوم بسعر رخيص، هذا شيء غير موجود. تمام. فبس انه موضوع انه ستيكر اليوم بينحط واسعار. نعم. هلا موضوع الاسعار موضوع قناعات كل طبيب لحاله، هذا شيء مبرر. نعم. بالنهايه ماله تسعيره والعمله عم تطلع وتنزل، صحتها ازاها. هلا انا ما بحبها بشكل عام، هي شيء للبوبولار، انه بتعطي شيء انه انت بتعطي انتشار شعبي عام بشكل انه انت كل الناس تخدميها بهاي التقنيه، لكن سيئاتها بالايام هي الاذيه اللي بتلحق ناجي عنا. يعني هي شو هي الاذيه دكتور؟ هلا البوتوكس اليوم اول شغله، هذا الصيني حيوان المنشا، ما هو انساني، يعني هو البوتوكس لازم يكون من منشا انساني، هو حيواني. والحيواني عم يكون في عنده احتمالات التحسس تبعه كتير كبيره، بيعمل شلل شديد، فبالتالي انت بتحسي نتيجه احسن من البوتوكس الاصلي على فكره، واسرع، بس بالمقابل هو شلل تام. هلا أول مرة بتاخدي نتيجة بتلاقي كفاكي مثلا 6 شهور، ثاني مرة بتكفيكي 4 شهور، بعدين 3 شهور، كل ما له الوقت بتنقص، والشلل التام بينتهي بضمور عضلي، لأنه هي العضلة وقت بتنشل بشكل تام فهي وقفت حركتها. بتكرار الحقن عن كام سنة بصير في عنا ضمور بهاي العضلة، فأنت عم تخسري عضلة حركية مسؤولة عن تعابير وجهك ومسؤولة عن شكل الوجه. يعني أنت اليوم وقت بتيجي بتعملي بوتوكس هون مثلا، هلا هاي العضله بس انشلت تماما يعني او ضمرت، طب هي حتى وجهك رح يسلط. مشان هيك بتلاقي اغلب اللي بيعملوا بوتوكس بشكل متكرر بيلو بعد فتره لرفق الخدود مشان يرفعوها. اللي بيشيل هاي الشبكه الفبرينيه اللي بالموجوده بالوجه واللي بيخليه لها شيبنج شكل، هو ارتباطها بهاي الكتله العضليه اللي هون، طبعا عضلات جلد عم بحكي انا، وموجوده هون واللي بتشكل رابط مع الفروه اللي هي شيء ثابت. لاحظوا الانسان قد ما كبر بالعمر فروته ثابته بمكانها، لا بتجعد لا بتاخذ لا بتعطي، فهي علاقه. فهي عمليه انت عم تخسري
الوصله، فشو بصير؟ بتلاقي الجبهه بتعرض، الشعر بعد فتره بتلاقي تراجع لورا، حواف العين بتصير لتحت، زاويتي العين يعني باللغه العاميه زاويتي العين ببينوا لتحت، ببين منظر العين الحزينه شوي، بتعطينا منظر كئيب، بصير المريض بيضطر بس لحتى يحاول يرفع طرفيه. تمام. طيب هذا الشيء امتى بيبين؟ بعد قد ايه؟ بعد يعني كام سنه؟ هلا بيختلف من مريض لمريض، في ناس بعد 4-5 سنين، وفي ناس بثلاث سنين، في ناس بسنتين، حسب قديش قوه العضله عنده، يعني قديش عندها وقت اخذت وقت لضمرت. بس هاي النتيجه محتومه، مشان هيك بتلاقيهم بعد فتره عندهم وجع حجري، ما عاد بيقدروا شد تام، ما فيهم يعملوا غير نظام الوجع الحجري، وبدهم ينفعوا الخدود، فهذا الموديل بتفوتي احيانا بتفوتي على كافيه بتلاقي كل العالم تشبه بعضها، هو هذا الموديل عن جد. هذا هو هلا عم نشوف هلا نص البنات بيشبهوا بعض تماما. هي هذا الخطا، هي ليش بنحكي انه هي عمليه فن وتكنيك؟ هي ما مفترض نوصل للشلل، ما مفترض نقوم فيها باعمار مبكره، يعني انت اذا عمرك بال20 عملت اليوم جلسه ل30 10 سنين على هذا النوع من البوتوكس، انت ما بتخلص ال10 سنين، ما بتكوني عملتيه 25 مره ولسه عمرك 30 سنه. بدك تنفتي 25 مره؟ هون المنطق. دكتور، يعني معروف عن حضرتك دائما بتحب القصص اللي فيها فيتامين او المعالجات، يمكن هي طويله الامد ولكن بتساعد العضله يمكن انها تخفي او الوش انه ينخفى شوي من التجاعيد، وبتبتعد عن المنتجات يلي هي بتضر العضله بشكل عام. نحن دائما بنشوف انه يمكن بسرعوك تليفونات الصبايا، دكتور انا ما استفدت شيء، انا ما شدوا شيء، انا 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 كذا. خلينا نشرح عن تقنيات جديدة هي مفيدة للبشرة، فيها فيتامينات مهمة مثل ميزو مثل غيرها وغيراتها، ولكن ايمت نحن بناخذ النتيجة الصحيحة؟ هلا موضوع الفيتامينات اليوم موضوع داخلي على فكرة، ما هو موضوع خارجي. كل الناس بتفكر انه انا بغذي بشرتي من برا، التغذية من الداخل. نحن بنرفق بعلاجاتنا داخل وخارج، يعني انا وقت ببني علاج بشكل شخصي عم بحكي هلا ولا بشكل علمي، وقت ببني علاج ببني بشيء آني، يعني أنت وقت بتجي عندك مشكلة حب شباب، عندك مشكلة كلى، فأنت بحاجة علاج آني اليوم، أنه أنت كيف فيك تخلصي من المشكلة الموجود، هذا بنتوجه له بالعلاج المناسب بغض النظر عن نوع المشكلة، بالعلاج المناسب سواء علاجه دوائي، علاجه بالجلسات، هذا شيء بحتمه طبيعة الإصابة الحقيقة. وبنميل، ما في علاج اليوم بس ملاحظة، ما في شيء اسمه ليزر أو اليوم في إجراء ميزو أو حقن بدون علاج. يعني هدول بيجوا فوق العلاج، يعني عندي العلاج هو البيسمنت، هو القاعده. وقت بنفشل بالمعالجه او بنحس انه العلاج قطعنا لمرحله محدده ما قدر يتجاوزها، بنرجع للتقنيات الداعمه معه مشان تحسين الكواليتي تبع العلاج، تحسين العلاج نفسه، نقدر نوصل المريض للنتيجه اللي بده اياها. العلاجات الداعمه سواء بالفيتامينز او بالعلاجات اللي بتقدر ترجع الانسان لشكله او لحياته الطبيعيه، يعني هل يعقل انا تجيني صبية عمرها 20-25 سنة عندها مشاكل بغض النظر حب شباب كلف إلى آخره وعالجتها؟ طب ما هي بهاي المخلوقة لحتى تقدر تستمر مع عمرها 25 سنة، إذا هي اليوم ما قدرت تتهنت بشبابها بهذا العمر. أنا دائما بقول لهم أنه أنت اليوم إذا عمرك 25 سنة، إذا بدك تروحي مشوار بدك تحطي ميك أب وتحطي بيت قصة لأنه أنت مستحية من وجهك، طب إيه ما بدك تتهني فيه؟ يعني إذا بشبابك ما عشتي إيه ما بدك تعيشي؟ يعني ليش ليكون عندي، ليش ليكون عندي عيب؟ هلا بعد ما بنعالج وبنخلص بنعطي الوقائيات، بنعطي الفيتامينات، بنعطي التغذيه اللازمه للانسان يرجع لوضعه الطبيعي. الجلد له اليه عمل طبيعي لازم يشتغل عليها، وهي الاليه على فكره اذا ما تدخلنا فيها احسن ما نتدخل فيها. يعني اليوم عندك جرح، اذا ما تدخلتي فيه تركي بحاله، كم مره جارحين ايدينا ونحن وصار كثير تمام، دوروا على اثار الجروح ما بتلاقوها، اذا ما تدخلتوا فيها هي بتغطي حالها. اذا بلشنا بالكريمات وبلشنا بتعلم كلها، بتعلم كلها صح، لانه نحن عم نتدخل باليه ربانيه موجوده بجسمنا، هي اليه الارقاء، بس هاي الاليه بتاخذ وقت. نفسنا القصير وسرعه النتيجه اللي بدنا اياها هي اللي بتخربها كل العمل. بس دكتور احيانا مثل ما ذكرت في مشاكل ما يمكن بتروح لحالها، اللي هو ما بقول بتروح لحالها، بس انه بعد ما بنخلص تعطي حالك وقت بتلاقي حالك امورك بخير. يعني عالج حب شباب، بعد العلاج ايام بيبقى اثار بسيطه او نقط حمراء، ايام تركيا ما في شهر شهرين اختفت. يعني عرفت علي شلون عم نحكي؟ ما بعد انه نحن كل ما كنا حدا عم نتعامل مع حالنا بشكل طبيعي
كل ما كنا مرتاحين. طيب دكتور، حكيت على التغذية الداخلية، دائما قلت انه الفيتامينات هي داخلية، وهون كمان شغلة كثير مهمة، كيف بتقدر السيدة انه هي تتابع حالها عن طريق الغذاء لحتى، وعن طريق كثير تفاصيل لها علاقة بغذائنا، يعني مو بس اكل، شرب مي وغيرها، لحتى تحافظ على رونق بشرتها؟ انها تاكل كل شيء. تاكل كل شيء ببساطة. تشرب مي كتير؟ تشرب مي كتير، تاكل لحوم كتير. بس ما تاكل كتير. كيلو بزر وتنام دكتور، يعني ما مشكل، ما في مشكلة عن جد البزر ما له مشكلة. ابدا ما له مشكلة. في الصبح هي أحد الأخطاء إنه مثلا بزر حر بيطلع لنا حب، ابدا هي قاعدة ما أنا موجودة. وقت عندي تحسس على مادة يختلف. على مادة غذائية هذا موضوع ثاني، في ناس تتحسس على برتقاني يعني ما بالضرورة. فاليوم كل ما كان غذائنا منوع كل ما كان أفضل، كل ما كان عندنا وارد دسم وبروتيني أعلى كل ما كان أحسن، بعكس الناس اللي بيفكروا بيقولوا إنه دسم بيطلع حبوب. أبدا، أنت بدك دائما خدي أي قاعدة بيقولوها شوفيها على الأرض. اليوم إذا شفتي واحد ناصح ووحدة نحيفة أو واحد نحيف، تمام، إذا طلع لهم حب، مين الحب بتلاقي عنده أكبر؟ النحيف. النحيف دائما. طيب شو احتمال تشوفي حدا ناصح بوجهه حب شباب مثلا؟ شو احتمال النحيف عنده حب شباب؟ كمان نحيف اكثر. اكثر طبعا. هي يمكن بحكيهم انا ايام هيك شغلات بسيطه اللي احنا ما بننتبه لها. ما انت بنيه الجلد عندك هي دسمه بالاساس. اليوم هلا انت بتقولي عندي خدود، طب خدودك شحم، بتقولي صدر شحم، بتقولي درير شحم، طب هن هدول شحم، بنيه الانثى بترتبط بالشحم، ترتبط بالدهن. يعني انت كل ما خففت دهن انت مانك وضع سليم اكثر، تمام. لازم يكون عندك وارد دسم وارد بروتيني جيد وجيد جدا لحتى تحافظي على نضاره بشرتك. ليش بيقولوا هذا خدوده مدورين وحمر وكذا؟ بتلاقي لانه هو فعلا هذا الوارد الدسم مهم كثير. طبعا باعتدال، مو يروح العالم لاقيك مثلا نص قالب زبده كمان عشان السنه يا دكتور. هلا كل واحد، هلا في ناس تاكل لو قالب الزبده وما بيسمنوا، في ناس من المي بيسمنوا، هذا موضوع حسب كل جسم. بس لازم ياكل الانسان كل شيء، لازم يشكل بكل شيء. احيانا الخضار اللي احنا بنشوفها نافعه بالنسبه لنا قد تكون ضرر بحد ذاتها، لانه كلها صارت معدله جينيا. صحيح. الفروج معدل جيني مثلا، طبعا هذا ترويج لحم الغنم. فهي الفكره، هذا واقع، واقع هذا واقع، كل العالم صارت بتعرف واقع غذائي. بس هو بالنهايه هذا واقع بندفع ثمنه، مطلوب نكون غذائنا كامل منوع لنقدر نعيش لقدام، ما نقصر باي موضوع، ونكون حدا طبيعي. كل ما كنا طبيعيين كل ما كان وضعنا افضل. كانت نفسيتنا حلوه كمان، النفسيه قد بتلعب دور كثير. هاي النفسيه كتير. اهم وحده، اهم شيء دكتور. قبل ما يداهمنا الوقت، عم نشوف كثير يمكن على السوشيال ميديا اعلانات ل يعني تنظف بشرتك، تعمل ماسك ذهب مثلا، ولكن بيكون بقلبه ليزر. خلينا نحكي عن هي الاشعه الزرقاء والحمراء وهدول الاشعات يلي عم انا والله شو هي؟ ايه هي بتنظف بشرتك، بعدين بتحط ماسك بيكون موصول فيه ليزر او شيء، صح؟ صح عم بحكي؟ ايه بتشيله بعدين بتنظف البشره وهيك. خلينا نحكي عن هالاشعات قديش هي يمكن ضاره اكثر من البوتوكس. لا هاي لا بتقدم ولا بتأخر. ما بتقدم ولا بتأخر. هذا الليزر عم تحكي عنه هو قناع ليزر له ألوان. تمام. هو ليد، ليد تبع بعض تبع الدحى. عم يضحك علينا بالليد. هو ليد. هاي هو ليد. صحيح تماما. تماما. يعني ما له لا أضرار ولا إيجابية. لا بتقدم ولا بتأخر. الباور تبعه بيقولك مثلا إنه هذا طول موجته هالقد مفيد بكذا. إيه طيب فهمت، مفيد بكذا، بس الأشعة تبعه دي الباور تبعه. يعني عرفت لي شلون؟ هل هالباور أو هالقوة تبعه قادرة تعطيك النتيجة؟ هل هو هذا الباور؟ اليوم انا وقت بجيب قناع على قده مثلا وبحطه، الليزر رح يطلع والضوء الاحمر اللي عم تشوفوه رح يعطيكم باور بنتيجه. ليش لكان في جهاز وزنه 200 كيلو عم بيعطي بس مضخه او ليعطي الطاقه واللازمه لحتى تقدر تاخذ الاكتيفيتي؟ هذا لا يزعب. رجعنا لنفس الفكره، عمل قناع الذهب مع الليزر تسويقات. هلا لا ضررا ولا ضرار، بس لا تصدقوها كثير. يعني اللي رايح لهنيك ومتعشم خير وحطوا له صوره قبل وبعد ويلعبوا له فيها على الفوتوشوب هيك عم يضحكوا فيها على العالم، بلا هذا الحكي. هلا ما كثير بنحكي فيه لانه المريض هو لحاله بجرب وبينسحب، بجرب وبينسحب. بس على ما يبدو انه بعض المراكز ماشي على وسمن. بالمناسبه في عندي تعليق صغير، لحد اليوم كلمه مركز صارت كلمه سهله. كلمة مركز هو شغلة كتير كبيرة، مفترض يعني ما مفترض أي إنسان يقول أنا عندي مركز. اليوم أي حدا عنده هيك كرسيتين ومثل ما حكينا كم جهاز وكم جهاز كريم، معه قرشين بده يستثمرهم بحطهم، وفي شيء واحد ومربحها مربحها يعني هي اكثر شغله. لا على فكره ما حدا عم بيربح، بتلاقيهم عم يسكروا. بل اكثر شغله ولا مره رحت على مركز وهم. تجميل ما شفت هيك. لا 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 ليش الوهم؟
انا بقول لهم وهم دائما، اذا انت اليوم بدك تفتح مركز للمستثمرين، هذا الحكي بدك تفتح مركز وما عندك حدا خبير يمشي فيه، خبير حقيقي. اليوم اصغر جهاز ليزر اليوم حقه 40 50 مليون ليره، تمام؟ صدقا يومي سيخ الشاورما احسن منه. يعني اذا مفكر انه بده يجيب الواحد جهاز وليزر وتجميل وانه هذا الموضوع شائع، هذا شائع، ما هو شائع، شائع صح، بس هذا بده اطباء، بده ناس عندهم خبره، بده وعي اكثر من السيدات خبرة. كمان بده وعي من السيدات. هلا بيقعدوا مطب بيلحقوا السوشيال ميديا مره مرتين، بياكلوا مقلب بيجوا بيصلحوا لحالهم. هدول بالعكس يمكن احنا زاد شغلنا على هدول التخبيصات. يعني لليوم انت هم مالك هم جبنا لك، بتكوني قاعده بامان الله بتسمعي اعلام، بتروحي بتغربي حالك، دور على دكتوره تصلحي. نعم. شغل الدكاتره زاد على القصه ما اخف، بس الفكره ما نفكر الموضوع انه هو بهالسهوله. ما يا جماعه ما حدا يقول والله كلمه عندي مركز، مركز كلمه شغله كثير كبيره. يعني انا عند صلي هلا عمر عم بشتغل، ولا مره سميت مركز، اسمه عياده. نعم. لانه انا نظامي نظام عياده، فما بجوز انا اجي اسمي مركز انه والله جبت عندي كرسيتين وطاولتين وعملت اعلان. يعني وعي من كل الاطراف بدها دكتور. يعني نشكرك كثير للمعلومات اللي اعطيتنا اياها لليوم. نتمنى على كل السيدات فعلا انه يهتموا بحالهم ويكونوا كثير على طبيعتهم لحتى يضلوا بالشكل الاجمل. شكرا كثير لك دكتور. الله يهدي الجميع عن جد. ودكتور بما انه هلا فايتين على سنه جديده فيا ريت نستقبلها ببشره عاديه تكون. شكرا كثير لك دكتور.